لنوجز ما حدث قبل دقائق، أيضا كان هناك استهداف إسرائيلي على بلدة رب 30. يعني هذا الاستهداف أيضا، أو هذا الاستهداف هو منذ ساعات الصباح، الاستهداف الأخير الذي حدث قبل دقيق بالمدفعية الإسرائيلية قبل دقائق استهدف بركة النقار جنوبي بلدة شبعة بالقذائف الفسفورية. هذا واحد من الاستهدافات العديدة التي أطلقت اليوم جنوب لبنان، وهي عدة استهدافات. لعل أبرزها من تطور للاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان هو الاستهداف الذي طال بلدة طيبة واستهدف محطة للمياه تغذي العديد من البلدان ومتعلقة على الحصول في المياه. وأيضا في ذات البلدة أيضا تم استهداف يعني محطة لتوليد الكهرباء وتغذي أكثر من 66 يعني خط للتيار الكهربائي، أيضا استهدفت من الجانب الإسرائيلي وبالتالي أحدثت حريق في هذه المناطق. أما بالنسبة للرد من حزب الله، رد بالاستهداف على عدة مواقع إسرائيلية، كان قد أعلن 4 عمليات إلى غاية هذه اللحظة، منها استهدافه إلى التجهيزات التجسسية في موقع رامية، وأيضا استهدفوا موقع المنارة وبركة ريشة. هذه الاستهدافات التي رد فيها حزب الله على المواقع الإسرائيلية، ولعل ربما منذ يوم أمس بعد الرشقة الصاروخية التي أطلقت والاستهدافات، قال حزب الله في بيانه بأنه زاد من رقعة الخط المواجهة وأدخل في جدول نيرانه مواقع جديدة كقاعدة هنن التي لم يستهدفها والتالي استهدفها يوم أمس كأول مرة. هذا ما يفسر ربما هو ازدياد لرقعة المواجهة، وأيضا يعني الاستهدافات الإسرائيلية في البلدات الجنوبية الحدودية مع الأراضي الإسرائيلية، يعني هي تستهدف يعني بشكل عشوائي خاصة المدفعية والرشاش الثقيل، وعادة ما تكون يعني كما حدث أمس في دير سريان، وإلى قبل دقائق أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مدني كان قد أصيب بجراح جراء هذه القصف، بالتالي بقي 5 مصابين وأدت هذه الغارة إلى استشهاد 2 مدنيين. أيضا بالنسبة للاستهدافات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، يوم أمس أيضا كان هناك استهداف في الجنوب في إحدى البلدات كان قد استهدف فيها الطيران المسير الإسرائيلي عجلة للمدنيين، وأودت أيضا باستشهاد 1 المواطنين وإصابة آخر. أما بالنسبة لي بشكل عام يرى الجبهة في الجنوب هنا في لبنان، وربما هي زادت وتيرة التصاعد والمناوشات ما بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وأيضا ما يرجح بأنه هذه الجبهة الأمر سواء كان تفاقم أو هدوء هو يرتبط بالرد المرتقب للمحور وإيران ولبنان واليمن كما يرجح وكما رسمت ملامحه منذ أيام بعد خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله. كذلك يعني ما يرجح بأنه هذه الجبهة إذ ما حدثت الضربة المشتركة في الأيام المقبلة أو الساعات المقبلة، لا أحد يعرف متى التوقيت وأين، ربما ما يرجح في جبهة الجنوب بأنه بعد الضربة التي ستستهدف إسرائيل وربما العمق الإسرائيلي عكا وحيفا وحتى تل أبيب من ضمن المناطق المستهدفة، على اعتبار بأنه التجهيز والأحاديث هنا في جنوب لبنان يقولوا بأنه الضربة لابد أن تكون قاسية وموجعة للجانب ولكن الإسرائيلي. ولكن حتى الآن لا تأكيد بأنه هذه الضربة كما بأن هذه الضربة قد تكون مشتركة، هي توقعات حتى اللحظة. نعم. ذو الفقار، هو ترجيح وتوقعات، أيضا ما يقرأ المشهد هنا في جنوب لبنان على اعتبار بأنه ما يقتبس من خطاب أمين حسن حزب الله حسن نصر الله حينما قال على إسرائيل أن تنتظر رد الشرفاء بالأمة، يقصد برد الشرفاء في الأمة هو دول المحور، فبالتالي حينما أوحى بذلك التصريح هنا يفسر هذا الحديث بأنه الرد سوف يكون مشترك. وأيضا نعم. المشاغلات التي حصلت منذ يومين، ارتفاع وتيرة التصاعد وجلب الجانب الإسرائيلي منظومة الدفاع وصواريخ اعتراض إلى جبهة الشمال في إسرائيل، هو كلها يأتي ربما كتحصين. أيضا الرشقات الصاروخية التي أطلقت يوم أمس من حزب الله تأتي ربما بهدف محاولة استنزاف القبة الدفاعية، وأيضا يعني الدفاع الجوي الإسرائيلي على ربما كتمهيد للضربة المرتقبة، وأيضا هناك يعني القصف الذي أصبح أيضا من الأراضي الفلسطينية، كلها ربما ما تفسر هنا وفقا للاستقراءات الأمنية بأنها محاولة أو تمهيد لاستنزاف الدفاعات الجوية تمهيدا للضربة التي قد تكون مشتركة وقد لا تكون مشتركة، لكن على الأرجح بأنها سوف تكون مشتركة. ذو الفقار، الكرة
جبهة جنوبية للطولة لهذه الضربة. القرى والبلدات في جنوب اللبناني، نعم، كيف هي الأوضاع فيها؟ هل هناك حركة نزوح كبيرة، ربما ترقب أو خوف من اندلاع الحرب على مساحة ورقعة واسعة؟ يرى ليست حتى القرى الحدودية، حتى في الجنوب الذي يعتبر آمن، في النصف الآمن هناك حركة نزوح، لكن ما يعتري حركة النزوح هو بعض المعوقات الاقتصادية، على اعتبار بأنه حركة النزوح هذه تذهب نحو بيروت وإلى شمال لبنان، وهناك يعني كانت يعني خصوصا هذه الأسابيع بعد التوجس من اندلاع الأوضاع وانزلاقها نحو يعني فتيل صراع كبير، كان هناك غلاء لأسعار الإيجارات، أسعار المعاش بصورة عامة، رغم أنه الغلاء هو مستمر منذ أشهر وسنوات في لبنان، لكن تصاعد أكثر بظل هذه الظروف. أما بالنسبة للقرى الحدودية، يرى كنا قد دخلنا بكاميرا الغد إلى بعض هذه القرى، يعني لم نشاهد إلا عدد قليل، العدد القليل ربما يقتصر على الذين لا يمكنهم وضعهم المادي والمعاشي من النزوح حتى في الجنوب، قرى مدنية بسيطة، مزارعين هم يعتشون على هذه القرى والبلدات، وبالتالي لا يمكنهم وضعهم من النزوح، فبالتالي هم رغم المخاطرة بقوا في هذه القرى والبلدات، لكن كعدد سكان هو ليس عدد كبير، خصوصا في هذا القطاع الغربي يا رب الذي يظهر في عمق الصورة، يعني عدد السكان عدد قليل، لكن هذا العدد القليل لا يستثنى ولا يكون بمأمن من الضربات والغارات الإسرائيلية، خصوصا حينما تكون الضربات بالمدفعية والرشاش الثقيل هي عادة ما تستهدف مدنيين ومنازل مدنيين، وكما حدث في بلدة شبع قبل أيام كان هناك استهداف كبير أودى بجرح العشرات وأيضا ضحايا ذهبت نتيجة هذا الاستهداف، وأيضا يوم أمس في دير سريان التي أودت هذه الغارة الإسرائيلية باستشهاد أحد المدنيين، واليوم أيضا استشهد آخر وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، وبقي المصابين 5 مصابين، وكذلك يعني ما تحدثنا بها بأنه الاستهداف الإسرائيلي الذي طال يعني محطات لتوليد المياه ومحطات لتوليد الكهرباء، أيضا هذا يأتي يعني بيشكل ضرر كبير على الأعداد القليلة البقية في هذه القرى والبلدات الحدودية.